أزمة أخرى تكمل مشهدا متأزما يعيشه العراق على مختلف الصعد، غير أنها هذه المرة تمس قوت العراقيين وتهدد معيشتهم. تتفاقم الأزمة الاقتصادية لتنعكس سلبيا على عامة الشعب وإيجابيا على الطبقة السياسية التي وجدت فيها مادة لتبادل الاتهامات والاستثمار السياسي، فضلا عن التربح المادي من فقرات الموازنة. 112 مليار دولار قدمتها الحكومة كموازنة لهذا العام وصفت بالانفجارية كونها الأعلى منذ 2003، وبعكس التوقعات المبنية على تراجع أسعار النفط وتأثيرات جائحة كورونا، فضلا عن العلل الأخرى التي يعيشها الاقتصاد العراقي، جاءت بأرقام هائلة ما أثار الاستغراب واللغط، لا سيما أن الموازنة المنتظرة من المفترض أن تكون تقشفية على الجميع لا على عامة العراقيين فقط. ترف فاحش ونفقات بأرقام صادمة تضمنتها الموازنة، فيكشف النائب السابق رحيم الدراجي عن تخصيص أكثر من 4 ملايين دولار للتنظيف والمستلزمات الخدمية لمكتب صندوق استرداد الأموال، فيما خصصت نحو 10 مليارات أخرى كمستلزمات خدمية لمكتبي رئاسة الجمهورية والوزراء. اقتصاديون وصفوا المبالغ بالكارثية وكأنها فصلت على مقاس الأحزاب لسرقة الموظف والشعب، خصوصا أن مسودة الموازنة تحوي فقرات تحت عنوان برامج حكومية رصدت لها مبالغ خيالية دون تفاصيل، ما يضع شبهات حول طبيعة تلك البرامج. الغموض واختفاء بعض التفاصيل الخاصة بالنفقات أمر ليس بالغريب على الحكومات المتعاقبة، فقد مررت الكثير من الفقرات في الموازنات السابقة دون إيضاح ليكشف بعدها عن صفقات فساد وغسيل أموال أودت باقتصاد البلاد إلى الانهيار. يرى الكثيرون أن موازنة 2021 تقف وراءها كالمعتاد أحزاب متنفذة بدأت تعاني من أزمة مالية داخلية بسبب انخفاض سعر النفط، وخارجية بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، فبات من الضروري أن تمد يدها لخزينة الدولة لإنعاشها قبل فوات الأوان.